ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26,900 شهيد و 65,949 مصابة. اليوم مجلس الأمن يجتمع للنظر في قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة. الحوثيون يهددون بمزيد من الهجمات على السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، والاتحاد الأوروبي يسعى لبدء عمل قوة أوروبية لحفظ الأمن هناك. نشرة الثانية ظهرا من النيل الأخبار، أهلا بكم والبداية بعد هذا الفاصل. يستقبل اليوم وزير الخارجية سامح شكري المبعوثة الأمريكية للشؤون الإنسانية بالشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يبحث الجانبان الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومسارات التحرك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية. يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 150 شهيدة و313 جريحا خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت الوزارة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 26,900 شهيد و65,949 مصابا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. مع تواصل العدوان الإسرائيلي الذي دخل يومه 117 واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون عقب قصف الطيران الحربي الإسرائيلي والمدفعية الإسرائيلية مدينة خان يونس، تزامنا مع إطلاق النار من مروحيات ومسيرات إسرائيلية في وسط المدينة وغربها. القصف الصاروخي الإسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، فضلا عن إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة شمال غرب القطاع. وفي حي الزيتون والرمال واجهت سيارات الإسعاف صعوبة في التنقل لانتشال الشهداء والجرحى بسبب استمرار القصف وإطلاق النار. مستشفى العودة في حي تل الزعتر تعرض لقصف مدفعي عنيف، كما شهد محيط مسجد الدعوة شمال مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة سلسلة من الغارات الجوية. جيش الاحتلال لم يكتفي بالقصف وإطلاق النار، بل قامت جرافات الاحتلال العسكرية بأعمال تجريف في شارع الشهداء بحي الرمال غرب غزة بحماية من الدبابات، ونسفت مربعا سكنيا في وسط مدينة خان يونس. وفي خضم حرب وحشية منذ 7 أكتوبر استشهد أكثر من 26,000 شهيد فلسطيني، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة أكثر من 65,000 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8,000 مواطن في عداد المفقودين. ولا تزال آلة الحرب الإسرائيلية تحصد المزيد من الأرواح يوما تلو الآخر، بينما يقف العالم لا يحرك ساكنا. أعلنت إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تتحصن في أحد المباني بمحور التقدم شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة. وأشارت الفصائل إلى أن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما قصفت بقذائف الهون جنودا وآليات إسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء الخامس من قطاع غزة في إطار تقليص عدد القوات به. يأتي ذلك بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين خلال المعارك الدائرة بقطاع غزة. وأفاد الجيش الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 560 ضابطا وجنديا، وأعلن أيضا إصابة 12283 آخرين منذ بدء انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرارا اتخذ بتقليص عدد الجنود المتمركزين في المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله اللبناني أنه قصف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة طيحات بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابات مباشرة بينهم. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن سقوط رشقات صاروخية على مناطق مفتوحة قرب المنارة وكفار يوفال بالجليل دون وقوع إصابات. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة. كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد أن قرارات المحكمة ملزمة للجميع بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشأت بموجبه المحكمة. حدث قد يكون استثنائيا وتاريخيا ينتظره الفلسطينيون والإسرائيليون معا عندما يجتمع مجلس الأمن الدولي للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة. هذا الاجتماع الذي يعقد بطلب من الجزائر يهدف لإعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعدما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قرارات المحكمة ملزمة للجميع بموجب ميثاق الأمم المتحدة. مراقبون يرون أن حسم القضية في مجلس الأمن سيكون بيد الولايات المتحدة إذا ما استخدمت حق النقض الفيتو ضد قرار المحكمة، حيث إن واشنطن لم تطالب حتى الآن بوقف إطلاق النار في غزة. لكن في المقابل فإن موقف الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها اللامحدود لتل أبيب لن يكون مثلما كان قبل صدور قرار محكمة العدل الدولية، إذ لا يمكن أن تستمر واشنطن في مساندتها المطلقة لدولة الاحتلال بعد أن وضعت الأسرة الدولية إسرائيل أمام مسؤولية جنائية لها عواقبها. وفي حال استخدمت واشنطن حق النقض فإن ذلك سيمثل سابقة تاريخية في مجلس الأمن، حيث لم يسبق للولايات المتحدة استخدام الفيتو ضد قرار صادر عن هيئة تابعة للأمم المتحدة، فيما كان يستخدم فقط في أغلب الأحيان ضد روسيا والصين. كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت 6 قرارات إجرائية طارئة بأغلبية قضاتها، وتضمنت اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وبحظر ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات يصدرها المسؤولون الإسرائيليون عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية. أكدت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تمارا الرفاعي، أكدت أنه سيكون من الصعب على الوكالة إكمال مسارها في غزة خلال تلك الحرب في ظل تجميد المساهمات المالية من قبل 15 من الشركاء الأكبر، إلا إذا تقدمت دول أخرى للمساندة. كانت 14 وكالة أممية ودولية قد شددت على ضرورة مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وعدم الحيلولة دون تنفيذ أهدافها المتمثلة في خدمة أناس في أمس الحاجة للمساعدات. تبعات كارثية جراء وقف تمويل العديد من الدول لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجميع أنحاء المنطقة. 14 رئيس وكالة أممية ودولية شددوا على ضرورة مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وعدم الحيلولة دون تنفيذ أهدافها المتمثلة في خدمة إناس في أمس الحاجة للمساعدات.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عما يعرف باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة. المسؤولون الأمميون أشاروا إلى أن قرار بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتعليق تمويل الأونروا سيخلف عواقب كارثية على سكان قطاع غزة، مؤكدين عدم امتلاك أي جهة أخرى للقدرة على توصيل حجم ونطاق المساعدات التي يحتاجها بشكل عاجل 2,100,000 شخص في قطاع غزة. ناشد المسؤولون تلك الدول إعادة النظر في تعليق تمويل الأونروا باعتبارها أكبر منظمة إنسانية في غزة توفر الغذاء والمأوى والحماية للسكان حتى مع تشريد ومقتل موظفيها. كانت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريت كاخ قد أكدت أنه لا يوجد بديل للدور الإنساني الذي تلعبه الأونروا في غزة، داعية جميع المعنيين إلى تكثيف الجهود بالنظر إلى مجمل الاحتياجات وحجم الأزمة. هذا وتسعى إسرائيل لمنع وكالة الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب إثر اتهامها موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الماضي. ويواجه النازحون معاناة متفاقمة وأوضاعا صعبة بعدما أغرقت الأمطار عشرات الخيام وباتت عشرات الأسر بلا مأوى يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. أكدت الأمم المتحدة أن نصف سكان القطاع يواجهون شبح الموت جوعا، حيث يعاني 90% منهم من حرمان الحصول على الطعام بانتظام. في مخيمات بالية يتكدس سكان قطاع غزة يعانون من نقص الماء والغذاء والدواء مع تسارع الحرب الإسرائيلية الشرسة التي تدور رحاها قرابة 4 أشهر. قطاع غزة المحاصر يعاني أزمة إنسانية خطيرة بعدما دفع القتال 1.7 مليون فلسطيني إلى الفرار من منازلهم من أصل 2.4 مليون نسمة. ومع تزايد قسوة الطقس يواجه النازحون معاناة متفاقمة وأوضاعا صعبة بعدما أغرقت الأمطار عشرات الخيام وباتت عشرات الأسر بلا مأوى يفترشون الأرض ويلتحفون بالسماء. الأمم المتحدة أكدت أن نصف سكان القطاع يواجهون شبح الموت جوعا، حيث يعاني 90% منهم من الحرمان على الحصول على الطعام بانتظام. وما يزيد من محنة السكان التهديد الذي تتعرض له المساعدات التي تديرها وكالة الأونروا بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 30,000 بالتورط في هجوم 7 أكتوبر. المأساة الصحية لسكان قطاع غزة تتفاقم مع انتشار الأمراض المعدية في ظل التكدس الذي تعاني منه الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها الفلسطينيون هربا من القصف الإسرائيلي، والتي باتت تفتقر إلى المعايير الصحية السليمة. عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمرضى والنازحين جراء الحرب الشعواء التي تشتعل جذوتها في غزة، وقد باتت كل كلمات الشجب والإدانة خاوية من معانيها. هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه يوميا أمام حركة دخول مختلف شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية لقطاع غزة، كما يواصل مطار العريش الدولي استقبال طائرات المساعدات الإنسانية من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العريش أحمد سعد الدين مراسل النيل للأخبار. أحمد، بعد التحية، كيف تتابع عملية إدخال المساعدات واستقبال المصابين عبر معبر رفح وإلى قطاع غزة؟ يعني بالفعل يمكن عبر من خلال معبر رفح البري حوالي 22 شاحنة إلى منفذ العوجة، وكذلك 188 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم، بإجمالي حوالي 210 شاحنة. ربما يكون الوضع على منفذ كرم سالم هناك العديد من الإجراءات التفتيشية خلال هذا المنفذ، وهذا المنفذ يعني يفتح طارة ويغلق طارة أخرى، ولا نعلم إذا كان هذا العدد بالفعل نفذ من خلال منفذ كرم أبو سالم أم لا، حتى الآن لا يتبين. ولكن نحن في نهاية اليوم في إطار حصر دقيق وشامل لعدد الشاحنات التي تم إنفاذها من خلال هذا المنفذ.
أيضا اليوم سوف نستقبل عدد من النازحين من الجاليات المصرية الذين سوف يأتون عبر منفذ معبر رفح البري، والذين سوف يكونوا في استقبالهم رجال الهلال الأحمر والإسعاف، ويتم توفير كافة الإجراءات وتذليل كافة العقبات لهم حتى يدخلوا إلى معبر رفح البري ويطمئنوا على كافة حالات النازحين. أيضا يعني من خلال الوضع ويعني المساعدات التي سوف تدخل إلى مطار العريش، يعني لدينا اليوم طائرة تركية سوف تصل في تمام 3 عصرا لتقدم العديد من المساعدات الإنسانية وشحنات مساعدات طبية والغذائية أيضا، وسوف نكون في استقبال هذه الطائرة في تمام 3 عصرا في مطار العريش الدولي. أيضا من خلال المتابعة المستمرة، يعني مصر تكثف جهودها من خلال إنفاذ عدد كبير من الشاحنات عبر معبر رفح البري لتنفذ هذه الشاحنات تباعا دون أن يكون هناك أي فجوة زمنية بين الشاحنة والأخرى، حتى يكون لدينا القدرة على إنفاذ أكبر قدر من المساعدات. فيوميا هناك متوسط يعني حصر متوسط لعدد إنفاذ المساعدات ما بين 200 و250 شاحنة، في حين يعني هناك تصريح سابق لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قبل اندلاع الأزمة كان ينفذ حوالي 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة، وهذا العدد يعد يعني عدد قليل جدا من المساعدات الإنسانية، ولكن مصر تكثف جهودها من أجل العمل على إنفاذ أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية عندما تفتح هذه المنافذ التي تعلق أعمالها خاصة يومي الجمعة والسبت، وأيضا تعلق أعمالها في بعض الأيام نظرا للتلكؤ من الجانب الإسرائيلي مع ادعاءات أن هناك مظاهرات داخل إسرائيل، فهذا يؤدي إلى غلق المعبر ويتم التلكؤ في إدخال المساعدات الإنسانية. أيضا مدينة العريش أصبحت محطة أنظار كافة المنظمات الدولية، أصبحت محطة أنظار كافة دول العالم، حتى تتمكن مدينة العريش حتى تتمكن السلطات المصرية من إطلاع الجهات المسؤولة من المنظمات الدولية والإغاثية على قدر المساعدات التي تدخل يوميا إلى معبر رفح، والتعرف على التلكؤ من الجانب الإسرائيلي، والتعرف على العقبات التي يواجهها خاصة رجال الهلال الأحمر في إنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية. نعم، أحمد سعد الدين مراسل قناة النيل للأخبار، كنت معنا على الهواء مباشرة من أمام معبر رفح البري، شكرا جزيلا لك. تواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، وشملت الحملة بلدة جبع جنوب الضفة الغربية، حيث تمركزت 12 آلية عسكرية إسرائيلية في عدد من الأحياء، بينما داهم جنود الاحتلال منازل المواطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وبلدة فجار جنوب مدينة بيت لحم وقرية سنجل شمال رام الله، إضافة إلى مخيم قلندية شمال مدينة القدس. هددت جامعة الحوثي في اليمن بمواصلة استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر دفاعا عن النفس. جاء ذلك عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية اعتراض صاروخ مضاد للسفن أطلقه الحوثيون من اليمن صوب البحر الأحمر. قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه قد يتم في وقت لاحق اليوم تحديد الدولة العضو التي يمكن أن تقود مهمة الاتحاد الأوروبي القادمة لحماية السفن في البحر الأحمر. وأضاف بوريل قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، أضاف أنه يمكن إطلاق هذه العملية قبل منتصف فبراير المقبل، مشيرا إلى أن جميع الدول الأعضاء ربما تكون غير مستعدة للمشاركة في هذه القوة، إلا أن ذلك لن يعرقل مهمتها.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر من أجل تحقيق تطلعات المواطنين في مستقبل أفضل. وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لوزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة عيد الشرطة 72، معربا عن اعتزاز الوطن بالتضحيات الغالية لرجال الشرطة البواسل دفاعا عن أمن واستقرار الوطن. كما استعرض مدبولي أبرز الأنشطة الرئاسية في الآونة الأخيرة، واستعرض جهود مصر المستمرة لاحتواء التوترات التي تشهدها المنطقة، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية بقطاع غزة. وخلال الاجتماع تم استعراض موقف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج خلال الفترة من 30 من أكتوبر 2023 وحتى 29 من يناير 2024. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الإدارية الجديدة مراسل النيل الأخبار أحمد أبو الحسن. أحمد، بعد التحية، أهم ما تم مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء لليوم. يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع مراسل النيل للأخبار، ربما نعاود التواصل مرة أخرى ونتحدث يعني اليوم والآن. هل تسمعيني زميلتي؟ عودة مرة أخرى إلى أحمد أبو الحسن من العاصمة الإدارية الجديدة. أحمد، بعد التحية، نتحدث عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم وأبرز ما دار فيه. يعني بعد التحية بالفعل زميلاتي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. بالتأكيد كانت هناك العديد من الملفات الهامة على طاولة اجتماع المجلس، وهناك أيضا عدد من التقارير التي قدمها السادة الوزراء عن ملفات هامة، منها الملف الذي قدمه الدكتور محمد معيط وزير المالية عن والخاص بمبادرة استيراد السيارات المصريين بالخارج. هذا الملف أكد الدكتور محمد معيط على أنه تم مد المهلة 3 أشهر أيضا لنظرا للأعداد الكبيرة التي تقدمت للاستفادة من هذه المبادرة، حيث أكد أيضا على أن المبادرة الجديدة سوف تبدأ مد 3 أشهر بداية من يعني 29 يناير 2024 وحتى لمدة 3 أشهر قادمة إن شاء الله، نظرا للأعداد التي لأن الأعداد التي سجلت على المنصة تجاوز أكثر من 452 ألف من المسجلين الذين يحاولون الاستفادة من هذه المبادرة، وأن هذه المبادرة حققت لمصر ما يقرب من 667 مليون دولار، ونتيجة للإفراجات الجمركية التي تمت من خلال هذه المبادرة خلال 3 أشهر الماضية، والتي تم الإفراج من خلالها عن أكثر من 20,500 سيارة. هناك لذلك جرى العمل على أو هذا القرار على مد المدة 3 أشهر أيضا لمدة مماثلة حتى يستطيع المصريين الاستفادة من هذه المبادرة بشكل كبير. في ملف التعليم، استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الملف الخاص بالمؤتمر ونتائج وتوصيات المؤتمر الذي تم عقده والذي يتعلق بمدارس ستيم. هذا الملف خرج به العديد من التوصيات، ذكر منها وزير التربية والتعليم بأن هناك يعني توجه للتوسع في هذا في هذه المدارس. نعم. نظرا لاهميتها بشكل كبير في نعم هذه أحمد الفتره أبو الحسن. الهامه من تاريخ مصر. نعم احمد ابو الحسن مراسل النيل الاخبار، كنت معنا على الهواء مباشره من العاصمه الاداريه الجديده، شكرا جزيلا لك. وإلى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومها 7، فيأتي متميزا بإقبال وتوافد كبير من الزوار الذين قارب عددهم 2 مليوني زائر في 6 أيام. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا مراسلة النيل الأخبار على الهواء مباشرة سارة متولي من معرض القاهرة الدولي للكتاب. سارة، بعد التحية، حدثينا عن الصورة لديك من خلال متابعتك لفعاليات معرض الكتاب في دورته 55. نعم آلاء، نجدد معكم التحية من داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذه المرة من داخل
5 صالة الأطفال داخل الوقت المعرض التي تشهد زخم ثقافي كبير، رغم أن الفئة العمرية المستهدفة هي فئة القارئ الصغير الأطفال، ولكنها تحفل بعديد الفعاليات والإصدارات الموجودة داخل أروقة الصالة للأطفال. هناك القصص، هناك الحكي، هناك عديد الإصدارات يمكن تعكسها عدسة الزميل محمود النجار. هناك أقسام متعددة ومتنوعة، القصص والورش الفنية والتفاعلية، ورش الحكي والتلوين. كان هناك منذ قليل لقاء لأحد الكتاب النرويجيين على هامش فعاليات الأطفال هنا داخل قاعة 5، ورشة للحكي والاستماع للأطفال الصغار، باعتبار أن النرويج هي ضيف الشرف، ليست ضيف الشرف للقراء من الشباب وفئة الكبار، ولكن أيضا للأطفال الصغار. داخل القاعة أيضا هناك ورش التلوين، إقبال كبير ورواق كبير من الأطفال وذويهم الذين بالحديث معهم أكدوا على أهمية هذه الفعاليات وهذه الإصدارات والورش والأنشطة الكثيرة التي تعمل على ربط الطفل منذ الصغر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ورافد مهم من روافد المعرفة بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي وعن السوشيال ميديا كما يذكر أو كما يقال، وعن الهواتف الذكية، في محاولة لربط الطفل مرة أخرى بفكرة الكتابة وفكرة الورق. أيضا أشادوا بسهولة التنظيم، عفوا سهولة الزيارة أو سهولة الدخول إلى داخل المعرض، أشادوا بالتنظيم، أشادوا بعديد المنتجات الموجودة. أيضا هناك داخل صالة 5 هناك عديد الألعاب التي تعمل على تنمية القدرات العقلية والذهنية وبخاصة لذوي القدرات والاحتياجات الخاصة. إجمالا هي قاعة تشمل كل من يخص الأطفال، سواء الأنشطة التعليمية أو حتى الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. إليك أنا. نعم سارة متولي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على الهواء مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب. ومشاهدينا الآن موعد هذه الوقفة الاقتصادية، وتصحبكم فيها سارة قناوي، تفضلي سارة. شكرا آلاء، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتابع معا أخبار الاقتصاد. وفيها رئيس الوزراء يلتقي وفد يازاكي اليابانية ويؤكد دعم الحكومة الكامل لمشروع تصنيع ضفائر السيارات من أجل سرعة تنفيذه. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدور القطاع الخاص في خططها التنموية، موضحا أن مصنع شركة يازاكي اليابانية للضفائر يسهم في توطين مشروعات تصنيع مكونات السيارات بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد شركة يازاكي اليابانية لمتابعة موقف مشروع تصنيع ضفائر السيارات بمحافظة الفيوم الذي بدأت أعمال الإنشاءات به بعد حصول الشركة على الرخصة الذهبية في إطار جهود تسريع وتيرة تنفيذ المشروع الذي تبلغ استثماراته 30 مليون يورو، جميعها استثمار أجنبي مباشر. أكد وزير المالية محمد معيط الحرص على تعميق أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز جهود التنمية بشتى المجالات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع نائب رئيس جايكا اليابانية لبحث مجالات التعاون المشترك في القطاع الصحي والتعليم بما يسهم في سرعة إنجاز المستهدفات المنشودة في تطوير مجالات التعليم، حيث تعد المدارس والجامعات اليابانية نموذجا لدعم اليابان في مصر، بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم المالي والخبرات في تطبيق التأمين الصحي الشامل. بحث وزير الكهرباء محمد شاكر مع الرئيس التنفيذي للقطاع للكهرباء والتحكم بشركة سيمنز في ألمانيا والوفد المرافق لهما سبل تعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية وشركة سيمنز. وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين الأخضر، حيث أكد الوزير على اهتمام القطاع بنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة ساهمت القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات، وأعرب عن ترحيبه بالتعاون مع الشركة في هذا الصدد.
بحث وزير البترول طارق الملا مع الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية خطط وبرامج عمل الشركة لتكثيف عمليات الحفر الاستكشافي للبترول والغاز وعمليات التنمية المخطط تنفيذها خلال العام الحالي، هذا بالإضافة إلى خططها التوسعية في مصر برغبتها في الحصول على مناطق استكشافية جديدة بالصحراء الغربية. وتم خلال اللقاء استعراض الخطة الطموحة للشركة خلال العامين الماليين الحالي والقادم التي تتضمن حجم أنشطة مكثف لعمليات حفر الأبار، كما تم استعراض المجهودات المشتركة في مجال كفاءة الطاقة والتشغيل وخفض الانبعاثات بمواقع العمل. نهاية أخبار الاقتصاد، شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الزميلة ألاء. إليك ألاء. شكرا سارة. ومشاهدينا، هنا لم يتبقى في نشرة الثانية سوى تذكير بأبرز العناوين. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26,900 شهيد و 65,949 مصابة. اليوم مجلس الأمن يجتمع للنظر في قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة. والحوثيون يهددون بمزيد من الهجمات على السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، والاتحاد الأوروبي يسعى لبدء عمل قوة أوروبية لحفظ الأمن هناك. انتهت نشرة ثانية، شكرا لكم. مزيد من التفاصيل عبر موقعنا الإلكتروني mail.eg. إلى اللقاء.